ايوه زول افطر ايام من رمضان بسبب مرض او سفر مثلا، مش كده؟ او بعذر شرعي، والايام دي ما قضاها لحد ما خش رمضان الثاني. اول حاجه اذا كان اخر القضاء لحد ما دخل رمضان الثاني من غير عذر ده آثم. دي اول معلومه الناس يعرفوها، لان وقت القضاء ما بين الرمضانين. قالت عائشه رضي الله عنها: كان يكون علي الايام من رمضان فلا استطيع قضاءها الا في شعبان. فده دليل على ان وقت القضاء بين الرمضانين، حتى لو كان اخر شهر قبل رمضان الثاني الجاي ذاك، حتى لو كان شعبان اللي هو شعبان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام نهى انك تتقدم رمضان بصيام يوم او يومين الا يكون صيام كان معتاد انسان فليصومه. العلماء قالوا ومن باب اولى القضاء. فده كله ليه الكلام ده كله؟ عشان يوروك انه لازم تصوم القضاء ده قبل رمضان الثاني، لازم. فالانسان الذي يفرط وما عنده عذر فده آثم وارتكب ذنب عند الله سبحانه وتعالى، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، مع التوبة عليه أن يصوم الأيام ذاته ولو بعد رمضان الثاني. أما القول بأنه إذا دخل رمضان الثاني وما كان عنده عذر فعليه أنه صيام وكفارة عقوبة له، ده اجتهاد من بعض العلماء ولا دليل عليه كما ذكر العلماء.